السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم. الفيديو الأسبوعي لمنتجات طيبة. طيبة هي إحدى شركات المراعي، منتجات تنتج بأعلى المقاييس، ذات جودة عالية لا تمسها الأيدي، ومصنوعة من الحليب الصافي والطازج، خالية من أي مواد حافظة. والشركة حاصلة على شهادات جودة عالية جدا، الـ AIB والآيزو، وأكيد منتجات طيبة الطعم اللي منحبه. كل ثقة باستخدام منتجات طيبة. هالفيديو اليوم راح يكون عن تحضير كبة لبنية بالصلصة اللبنية من منتجات طيبة. واليوم راح استخدم لبن طيبة العبوة الجديدة بنفس الطعم ونفس القوام، وزن 1 كيلو. تفضلوا معاي، خلينا نحضر أجمل كبة لبنية من منتجات طيبة. للكبة اللبنية احنا بحاجة لواحد كيلو لبن اكيد من طيبة، بدي تقريبا كيلو كبة مقلية، شوية لوز الزينة، ملعقة صغيرة ملح، ملعقة كبيرة من النشا، ملعقتين من زيت الزيتون، ملعقة ثوم مفروم صغيرة، وملعقة فلفل أبيض، وملعقة صغيرة من بودرة مرق الدجاج، وملعقتين من النعنع المفروم. هو على البارد بنخلطه جيدا وبنرفعه على النار. بعد ما يغلي عندي هاللبن بنضيف الكبة اللبنية، فقط غلبة واحدة، وبنقدمها ورايحين نسوي قدحة الثوم مع النعنع بعد شوي. الآن بدنا نحضر قدحة الكبة اللبنية. نزلنا بالزيت، بعدين الثوم، وعلى طول رايحين ننزل بالنعنع المفروم، ومباشرة بدنا نسكبها على وجه الكبة.